كده انتهينا من دراسة طريقة كتابة كل الحروف المفردة، وعرفنا وضع كل حرف بالنسبة للسطر، هل أعلاه أم أسفله أم إيه وضعه بالظبط، وكل صفات الحروف المختلفة. ده كان المستوى الأول. بعد ما خلصنا كل الحروف المفردة هناخد المستوى الثاني، وهو اتصال الحروف. يعني إيه اتصال الحروف؟ يعني الحرف يتصل بحرف آخر يليه في الكلمات. فإحنا لما خدنا حرف الباء عرفنا شكله وهو مفرد، طيب هل وهو متصل بيبقى شكله إيه؟ هناخده في كل الحروف اللي درسناها مفردة، هناخد اتصالها لما بتتصل مع حروف أخرى مختلفة. هناخد الحروف المفردة اللي درسناهم من 18، كيفية اتصالهم مع الحروف المختلفة ولا الموضوع؟ هناخد ال 18 حرف دول، وجدنا إن في منهم حروف لا تتصل بحروف تليها. يعني حرف مثلا حرف الألف في كلمة باب، باب، فباء بتتصل بالألف، ولكن الألف نفسه إذا كان في أي كلمة يليه حرف آخر فهو مش بيتصل به. الحروف الغير متصلة بالحروف التي تليها هم عددهم 6، عددهم 6، ولكن بالأشكال بتاعتهم هم بالنسبة لنا 4. يعني العددهم 6 اللي هم إيه؟ الألف والدال والذال والراء والزاي وكمان الواو، فهم كده 6 حروف. ولكن بالنسبة لل 18 حرف دول احنا بنسميهم أشكال، فالشكل ألف والشكل دال وشكل الراء وشكل الواو دول حروف لا تتصل بحروف التي تليها، وبالتالي هنحذفهم من ال 18 حرف اللي احنا المستوى التاني اللي قلنا أن نتعلم ازاي تتصل الحروف دي بحروف أخرى. يبقى لو لغينا حذفنا حرف الألف وحرف الدال وحرف الراء وحرف الواو من 18 حرف، يبقى هيتبقى لينا 14 حرف. ال 14 حرف دول وجدوا إن حرف الباء اللي هو الشكل ده اللي هو بيمثل باء والتاء والثاء، ثلاث أشكال، ثلاث حروف الشكل ده، وحرف آخر زي النون وحرف آخر زي الياء، الثلاث أشكال دول عند اتصالهم بحروف أخرى، وليكن مثلا مثال حرف باء، باء لما بيتصل بالألف أهو باء، باء. طيب حرف النون نفس الشكل، بيبقى نفس الشكل لما يتصل بالألف، والتاء نفس الحكاية، والثاء والياء. الحروف الخمسة دول اللي هو باء وتاء وثاء ونون وياء، دول بيسموهم الحروف الخمسة. الحروف الخمسة دي اتصالهم بالحروف بيبقى نفس الشكل، يبقى الـ14 حرف اللي متبقيين لنا، بدل ما هنسيب الشكل باء ونسيب الشكل نون ونسيب الشكل ياء، لا، احنا هنسيب بس الشكل ده واحنا بنتعلم اتصاله بالحروف خلاص. ولما نيجي عند حرف النون يبقى هناخد الباء وكل الحروف اتصالها بالحروف الاخرى، ولما نيجي عند حرف النون دوت هنحذفه، مش هناخده. ليه؟ لانه لما ليه ندرس نعرف اتصاله بباقي الحروف واحنا خلاص عارفين ان هو نفس الشكل ده خدناه في الاول الحروف. يبقى هنحذف ده وهنحذف معاه حرف الياء الشكل ده لانه برضو متشابه مع الباء والتاء والثاء. يبقى كده حذفنا شكلين من الـ14، يبقى هيتبقى لينا 12 شكل. الـ12 شكل دول هل فعلا دول المتبقيين ندرسهم في مستوى اتصال الحروف؟ قالوا هيتبقى لينا ان في حرفين لما بيجوا يتصلوا هما الاثنين وهما مفردين مختلفين في شكلهم، ولكن لما يجوا يتصلوا بحروف اخرى بيبقوا نفس الشكل. يبقى هنكتفي بواحد منهم، والحرف الثاني مش هندرس ازاي شكله بيحصل له ايه لما يتصل بحروف اخرى، لان خلاص هنبقى عرفنا الفاء ازاي بتتصل بالحروف. يبقى القاف خلاص لا داعي من دراستها في اتصال الحروف. يبقى لما نشيل واحد، لما نحذف واحد من ال 12 حرف، يبقى هيتبقى لينا 11 حرف. ال 11 حرف دول هناخد كل حرف منفصل لوحده، ناخد حرف الباء نبتدي بيه ونشوفه بيتصل بباقي الحروف ال 18 كلهم ازاي. ده ممكن ناخده في حصتين، وبعدها نبتدي في الحاء، وهكذا من ال 11 حرف على 11 حلقة منفصلين نعرف اتصالهم بالحروف الأخرى. ال 11 حرف دولت لو ابتدينا بحرف الباء وليكن على سبيل المثال، هنقسم اتصاله بباقي الحروف. طبعا حرف الباء لما بنبتدي بيتفقنا ان هو مثال للحروف الخمسة، سواء الباء والتاء والثاء أو النون أو الياء، لما بيتصلوا مع باقي الحروف
ال 18، فهناخد في الحصة الأولى كيفية اتصاله مع الألف والباء والحاء والدال وجزء من ال 18 حرف، وبنشوف ازاي الحروف دي لما بتتصل، مثلا هي مع الألف يبقى شكله ايه، مع الباء بيتحول يبقى شكله ايه، لما يتصل مع الجيم أو الحاء والخاء بيبقى شكلهم ايه، هل بيبقى شكل واحد اتصال مع الحروف الأخرى ولا ليه أكتر من شكل، ومع الدال ومع الراء ومع السين وهكذا، ناخد مع حروف اتصاله مع الحروف الأخرى. وفي آخر الحصة بناخد أمثلة لما يتصل مع الألف، طب مثال خلاص احنا اتعلمنا الشكل الباء مع الألف بيبقى شكله ايه، طب ناخد كلمة كمثال وهكذا، ناخد أمثلة في كل الحروف، وناخد معاها آية من القرآن الكريم ان احنا تكون أغلب حروفها بتنطبق على الحرف اللي خدناه في الحصة. وبعد كده بعد ما نخلص بقى مستوى حرف الباء نبتدي في كل الحروف، ونخلص المستوى الثاني في كورس تحسين الخط، والمستوى الثالث اللي هو ان احنا بنحاول ان احنا نبقى محترفين، ان احنا ناخد جماليات الحروف، يعني ازاي ان احنا بعد كده نجود في كتابتنا بعد ما نكون خلاص اخدنا الاساسيات كلها اللي هي الحروف المفردة، والمستوى التاني اللي هي اتصال الحروف. نبدأ ناخد اول حرف ان شاء الله اللي هو حرف اتصال حرف الباء بباقي الحروف اللغة العربية. حرف الباء اول حاجة قبل ما ناخد اي حاجة هناخد شكل حرف الباء في اول الكلمة طبعا، وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة. حرف الباء المفرد، طب اهو اكبر، حرف الباء المفرد شكله ايه؟ شكله طبعا اللي احنا عارفينه هو ده. طيب حرف الباء في اول الكلمة بيبقى كده، تمام. طيب الكده دي بقى دي هتتغير على حسب الحرف اللي هيشبك فيه، بس عموما بيبقى كده، تمام. طيب حرف الباء في وسط الكلمة ماله بقى يا ترى؟ هيبقى اعمل كده، يعني حرف قبليه وبعد كده شرطه واقفه وبعد كده ودي حرف الباء. طبعا يا جماعه لما بنتكلم على حرف الباء اول الكلمه او اخر الكلمه بنتكلم على الباء او التاء او الثاء او النون او الياء، تمام. طيب في وسط الكلمه ده غلط، كل الناس اللي عارفه ان هو كده بقى ده لا، الدنيا بقت طلعت ان في حاجه تانية خالص، ان الباء وهو في وسط الكلمه عباره عن سنه صغيره قوي وانزل تحت كده اهو اهي، اي حرف وبعد قبل الباء لو شبك مع الباء اهي، بصوا حاجه صغيره قوي. طيب في اخر الكلمه يعني حروف واخر الكلمه هو حرف الباء برضو نفس السنه الصغيره، بس اقفل بقى بقيه جسم الباء كامل او التاء او الثاء، ده حرف الباء في اول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة، تمام. طيب ابتدي بقى اخد احنا قلنا حرف الالف ماله من الحروف الرافسة، يعني مش هتعلم لما يشبك مع باقي الحروف هيبقى شكله ايه، لان عمره ما بيشبك، حطيت جنبه واو دال ياء، حطيت جنبه اي حرف فالحروف اللي بعديه مش هتشبك فيه، مش هتشبك، فبالتالي مش بنتعلم اتصال الحروف دي. طيب ناخد اتصال حرف الباء مع باقي الحروف. اول حرف حرف الباء لما قبل ما ناخد هي ديت زائد باء، يعني زائد يعني اتصال الحرف بحرف تاني، هناخد حرف الباء او التاء او الثاء الشكل ده او النون او الياء، مالهم الخمس حروف دول، اول حاجه لما يتصلوا بحرف الالف بيحصل ايه بقى؟ اتفقنا ان حرف الباء بيبقى كده في اول الكلمه، تمام. طب انا لما عايز اشبك فيه الف هيبقى ماله؟ على طول احط الف خلاص. طيب ايه الملحوظه؟ الملحوظه ان هنا في زاويه حاده، يعني هو طالع على طول، مش انا دايما اقول لكم ان حروف اللغه العربيه ما بتبقاش فيها، ما بتبقاش الحروف حادة كده، لا هنا بقى حادة إلى حد ما. إمتى أقول إنه مش حاد؟ إنه يقول لك لما تطول الحرف ده وتطلع الألف معاه، فهنا الزاوية دي بتبقى يعني في كده زي انحناء. طبعًا اتفقنا إن الحرف لما بيتمد كده بيبقى اسمها إيه الحروف دي؟ الحروف الكشيدة،
صح؟ يعني الممدودة الطويلة دي، الشكل ده بتاع لو كتبت باء أو كتبت تاء أو كتبت ثاء، صح؟ أو كتبت ناء، ناس مثلا، بكتب كلمة ناس، أو كتبت ياء، كل ده يبقى نفس الشكل ده، تمام؟ هو المفروض الحتة دي أضيق شوية، يعني كده. بصوا مثال، مثلا أكتب باب أهي، أهي باب، سهلة خالص. يبقى هما شكلين ملهمش تالت، إلا لو قريبة منها قوي يبقى على طول أطلع الخط مستقيم، لو بعيدة منها شوية بتبقى منحنية، منحنية منحنية كده، تمام؟ تمام. طيب دي كده الحرف الباء. احنا لما اقول خلاص احنا اتفقنا، لما اقول كلمة باء يعني يا اما الباء او التاء او الثاء او النون او الياء، الخمس حروف دول لما يشبكوا بحرف الالف عرفنا شكلهم ايه، شكلين اتنين. طيب لما يشبكوا مع حرف الباء، حرف الباء لما يشبك مع باء تاني، او حرف او النون لما يشبك مع باء، بصوا بقى شكله هيبقى عامل ازاي. فاكرين الشكل ده؟ ده بتاع مين؟ بتاع، لو تفتكروا، ده بتاع السين، برافو، بتاع اللي هي قلنا ايه، خط واقف وبعد كده شرطة عدلة وشرطة مايلة، فاكرين لما قلنا كده في السين؟ نفس الحكاية في الباء لما تشبك مع الباء التانية، مش بقى بس مع مثلا، نقول انا عايزة اقول مثلا كلمة تب اهي كده اهي، بس واسعة شوية. فاكرين لما انا قلت لكم ان السين السنون بتاعتها صغيرة؟ لا، هنا بقى الباء دي واضحة، بس ايه، شكل السبع نفس شكل اللي كنا بدأنا بيها في السين، شرطة واقفة وشرطة نايمة وبعد كده اشبك فيها الباء. شايفين السنة بتاعت الباء الاولانية؟ مش بقى ايه، مش الباء اللي احنا عاملين كده، مش هعمل سبع واشبك فيها باء كده، لا ده غلط. تعود من هنا ورايح ان دايما سنة الباء في وسط الكلام كده سنة صغيرة قوي، تمام؟ تمام. طيب ده كده الباء مع الباء، او التاء مع الباء، او النون مع الباء، تمام؟ دي كده تاني حرف، اظن الدنيا سهلة الحمد لله. تالت حرف، لو الباء شبك، احنا بنتكلم ان احنا الحصة نفسها اسمها ايه؟ حرف الباء مع نصف الحروف ال 11 اللي احنا قلنا عليهم، اخدنا واحد اتنين، ناخد الجيم او الحاء او الخاء اللي هو الشكل ده، يعني يا ترى ليهم كم شكل؟ صدقهم كذا، صدق ان هم ليهم كذا شكل. الباء اول شكل، بلاش اللي في دماغي ده صعب شوية، خلينا اول شكل عامل كده زي الحاجب شوية، تمام؟ وينزل بالحاء بتاعتنا دي اللي احنا طبعا نعيد ونزيني، عشان كده انا الناس اللي تمارينها مش بتطلع لي بقى ايه مثاليه، إيه مثلا عامل لي الحاء ما كانش حلو قبل كده، عادي، لان كده كده هيتكرر تاني كتير معانا، فان شاء الله مع مرور الحصص هتلاقي بقى ايدينا اتحسنت اكتر بكتير. بصوا شايفين طبعا احنا ملحوظاتنا قبل كده في حرف الحاء بدايته، بدايه الجسم بتاع الحاء او الخاء، البطن بتاعت او جسم دي الراس ودي الجسم، الانحناء بتاع جسم الحاء ما يتعداش بدايه الراس، تمام؟ وقلنا قبل كده ان ده اتجاه كده، تمام؟ المفروض دي مش كده قوي، دي المفروض عامله كده. وكنا قلنا ان كمان، بتهيألي ما قلتهاش، نهايه الراس دي اهي كده، تمام؟ دي بتتعداها سنه بمسافه نقطه كده. تاني، ده اول شكل، يعني شايفين الشكل اللي فوق الطربوش اللي فوق الحاء ده، ده الب او الت او النون او الثاء، تمام؟ اهو اعمل كده واكتب الحرف، بس شايفين هطلع منه سنه، هطلع منه، هطلع من بداية ده سنة واكتب حرف الحاء اهو عادي، النص الموجة اللي بجيب اخرها وارجع في نص المسافة واعمل حرف الحاء،
أو الديم أو الخاء. طيب ده أول شكل. طيب تاني شكل، تاني رسمة. يعني إيه تاني رسمة؟ يعني في ناس تكتب أما أفتح المصحف ألاقي إن الباء مع الحاء بالشكل ده، في وقت تاني في كلمات تانية ألاقي الباء عاملة أطلع فوق وأعمل منحنى كده، دي طلعت فوق ونزلت، دي طلعت فوق ونزلت كأنها عاملة زي الزحليقة بتاعت الأطفال، نفس المنظر ده. طيب وبعدين عادي جدا هشبك فيها للحاء وتبعد بمسافة نقطة، مش تحتها كده على طول، لا تبعد شوية وبعد كده ابتدي تاني، عشان اللي قال لي عايز يبتدي تاني مع اتصال بحرف الحاء تاني. أول شكل هو احنا اتفقنا ان هو ليه كذا شكل، أول شكل أهو هعمل الباء عاملة ازاي ما بين السطرين، أكبر الصورة، ما بين السطرين بكتب حرف الباء، يعتبر حرف الباء فوق الحاء، الباء قلنا أو النون أو الجيم أو كده. طيب أول شكل اللي هو أطلع فوق منحنى قبة كده وانزل بعيد شوية، بنزل مش بعملها بقى زي الزحليقة، لا بنزل كده عدلة كده على طول، تمام. وبعدين أروح كاتب أبتدي من نهايته وأعمل الحاء أهي، بس هنا الحرف ده مش بيبعد قوي، يعني الشكل ده قلت لكم لازم يبعد سنة بمسافة نقطة، يعني البداية هنا أهي قلت لكم إيه، هنا طرف الراس بتاعت الحاء بعيدة سنة، لا هنا لا مش قوي، يعني ممكن كده كفاية، تمام. وبعد كده أنزل بالحق بتاعتنا العادية خالص اللي اتفقنا إن البداية بتاعت الراس دي هنا، المنحنى هنا يعني لا أطلع ولا أدخل أهي كده، واتفقنا إن ديت برضو بتبعد سنة، يعني لو دي نهايتها كده أهي اللي هي نقطة الحاء راس الحاء، يبقى دي بتبعد سنة كده شوية، تمام، ولا بتطلع فوق ولا بتنزل تحت، ماشية كده في الاتجاه ده. حلو، ده كده الباء مع الحاء. طب الشكل التاني، بطلع فوق اهو وانزل تحت كأني بعمل زحليقة، الزحليقة بتاعت الأطفال دي، تمام. طيب بعد كده أشبك فيها برضو نفس شكل الحاء بتاعنا العادي، بس المرة دي هعمل اهو، هو ايه، هو هو بينزل كده وبعد كده أطلع بالمستقيم، بس يبرز بره يعني خارج بره عن الأحمر ده، خارج بره بمسافة نقطة، وبعد كده أرجع تاني العادي المتعودين بتاع حرف الحاء المفرد وأعمل الجسم نفس الشكل ده. لو أنا الحاء دي شبكة بقى، دي منظر ده لو في آخر الكلمة، طب افرض الباء اللي أنا بعملها دي وشبكة في حاء زي مثلا كلمة بحب أو يحب أهي، بس اتفقنا ان طرف ده طالع شويه كده اهي، مثلا لو انا عايزه اكتب، طبعا طبعا لو انا المنظر ده لو إيه، لو حرف الباء مع الحاء في اخر الكلمه فيبقى الحاء مرتفع شويه، لكن انا عايز اكتب يحب فهعمل ايه، سواء الشكل ده او الشكل ده اهو اهو، تمام، انزل بيه واخلي الحاء نايمه على السطر اهو يحب، واتفقنا. طب انا افرضه عايز احط الباء، احنا اول الدرس عرفنا يعني ايه باء يشبك في اخر الكلمه اللي احنا قلنا سنه صغيره وبعد كده كمل جسم الباء اهي، نحب يحب يجب كل دي بنفس الشكل ده، تمام. ده اللي هو يطلع وينزل كده على طول، ده كان شكل رقم واحد، الشكل دوت اللي هو رقم اتنين. طب هو في تلاتة؟ اه ده في شكل تالت، هتلاقوا نفسكم برضو ايه شفتوه قبل كده، اللي هو ايه عامل كده اهو، لو انا مثلا كتبت عملت كده او كده زي نص طبق صغير كده وقلت نحن، مش دي احنا شفناها قبل كده، ادي اهي كده ده شكل الباء او التاء او النون او الياء حتى اهو، لو هي يحن مثلا اهي الياء وبعد كده الحاء، وبرده
بتبرز يعني طلع لبره شويه، تمام؟ يقول لك ايه؟ ان المسافه دي تلت مسافه الحرف بتاع الحاء نفسه. يعني المسافه دي كده لو دي جزء فقدها كمان مرتين يطلع الحاء، قدها كمان مرتين كده يطلع الحاء. وبعد كده ايه؟ مثلا بحر، اهي بحر اهي، كل ده ما كانش باين؟ ماشي اهو. الشكل الثالث اللي هي تبقى عامله كده، فانها باء فوق حرف الحرف الجيم او الحاء او الحاجه الثانيه، سهله خالص ما فيهاش بقى انحناءات صعبه، تمام؟ وبعد كده اشبك عليها الحاء بس بتبقى طالعه لبره خالص، وبرده اهي كده، تمام؟ اهي لو انا هعملها بس الحاء هيشبك في حرف تاني يبقى نايمه على السطر كده. يبقى لو تاخدوا بالكم الاحمر اللي هنا بقى والنون، قلنا لو هتشبك في الحرف متصل كامل كده، شايفين عادي ان هو كل الكتابة اللي انا كتبتها مرتفعة عن السطر، لكن انا لو هكتب الباء واشبكها في حق ماشي هتكمل كلمة، يبقى كده هقرب دي، يبقى شايفين مستوى دي فوق كده لكن دي تحت شوية، واخدين بالكم؟ ده كده اتصال، ده كان تالت شكل، ده كان تالت شكل للباء. احنا عادي جدا ان احنا ممكن نكتب بشكل واحد فيهم طول عمرنا. انا كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان احنا ممكن نتعلم حرف واحد منهم وافضل طول عمري بكتب بحرف واحد، ولكن لما بعد كده هنتعلم ان احنا ايه، هقول لكم مثلا الصورة دي ابتدي خدها لي، وصورة مثلا من آيات القرآن مثلا دي عليك واجب ان تتعلم كتابتها الشكل بتاعها، فهتضطر تفتح مصحف او اي حاجه يعني، او اديك حاجه مكتوبه جاهزه وتعمله زيها بالظبط، فهتلاقي شكل الباء اللي انت لو انا قلت لكم الشكل ده وعلمته لكم هتلاقوه فجاه بقى الشكل ده او الشكل الثالث. فانا طب ايه ده، انا الشكل ده عمري ما شفته قبل كده، لا لازم اخد فكره ان في اشكال تانية، تمام؟ واتدرب عليها وتبقى سهله. عشان ايه بقى؟ فاكرين لما قلنا ان الراء مثلا بتتكتب كده ومره بتتكتب كده، عادي انا عارف الاثنين وانا بكتب الكلمه بمزاجي بقى، عايز مره ادلعها بحرف المدلع ده شويه، عايز اخليها كده، فده بيديني براح ان انا اكتب بالطريقه اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه. اوكي، بس طبعا تبقى الاشكال كلها بالاشكال الصحيحه بتاعتها. طيب كده خلصنا اتصال الجيم مع الحاء، هناخد اتصال حرف الالف، حرف الباء اللي هي الحصه بتاعتنا، مع حرف الدال. حرف الدال المفرد، طب واتصال حرف الحاء مع الحاء ده مش عايز يجي معايا مظبوط خالص، الحاء مع الحاء ولا الباء مع الحاء؟ يا هاجر انت بتقولي اتصال حرف الحاء مع حرف قصدك حرف الباء مع الحاء، ما هو بالتمرين، ما هو مش هيجي كده في يوم وليله يعني، مش مجرد ورايا تاني، هما ان انا اعلم نفسي اعمل كده، اعمل كده زي 8 بس مش 8 كده، لا اطلع وانزل على الواسع شويه، سهله. واول ما انتهي، اول ما انتهي اروح بادي كاني بكتب حرف حاء سليم خالص، ادي اول حاجه اول شكل، يبقى اول شكل اطلع وانزل اهو. طب تاني شكل، معلش هو ايه هيبقى صعب عليكم شويه، بس اطلع وانزل طب بلاش كلمه زحليقه مثلا، كاني بعمل حرف الراء، ده تاني شكل، يعني اطلع وانزل وامشي كاني عامله حرف راء، تمام؟ وبعد ما خلصت نهايته ابتدي اعمل حرف الحاء، انا طبعا بكتب كبير قوي اهو. طيب تالت شكل عادي، ده كأنه نص بداية حرف الباء العادية، أظن دي مش صعبة خالص، بس شايفينها صغيرة ازاي؟ مش كبيرة، يعني مسافة مثلا نقطتين، وبعد كده أجيب بقى حرف الحاء ضخمة كده، ده كده الشكل التالت، أديني عدت خلاص، تمام؟ نخش بقى في حرف الدال. حرف الدال المفرد شكله عادي خالص، احنا اتعودنا عليه، كان خط مائل
خط مائل الى اليمين قليلا لتحت كده، مايل لليمين، وبعد كده خط نايم على السطح. وقلنا لو ده مثلا طوله نقطتين فده كمان نقطتين زيه، تمام؟ وده كده قريب من ده كده شويه. اللي انا هشرحه دلوقتي وهقول لكم الباء لما تشبك مع الدال، اللي انا بقوله ازاي شكل الدال وهو شابك مع الباء، هتلاقوا اغلب الحروف اللي جايه هو هو نفس الكلام اللي انا بقوله. هنلاقي شكل الدال شكله اتغير شويه. يعني ايه اتغير؟ الباء بدايه باء عاديه خالص، بس طبعا يعني نصها، نص حرف الباء العادي اللي احنا بنستخدمه اللي بنكتبه. الدال بقى مالها؟ الدال زي ما احنا عاملين كده اهو، الخط ده مايل شويه، يقول لك ايه؟ دايما الباء اي حرف هيشبك مع الدال، الدال نرتفع لفوق قليلا، نرتفع لفوق مسافه قد ايه؟ مسافه نص طول الالف. يعني لو انا هعمل باء وهطولها الالف اهو، حلو. طب انا لو عايز اعملها باء وشابكه في دال، كاني طالع للالف، طالع 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 بس عند نص المسافه وما كملش، ده طول الدال. طيب اخد بالي، هل انا عملت باء وعملت خط واقف كده؟ لا ما عملتش. بدايه الباء طول عمرنا عارفين انها بتبقى مايله سنه، فاكرين لما ابتدينا اول حاجه حرف الباء عباره عن قوس يمين، وقلت لكم مش قوس عامل كده ابدا، تمام؟ قلنا ايه؟ ان هو خط مائل يمين قليلا، وبعد كده هنا في الباء هنا ممكن انيمها على السطر عادي، او اللي مش اللي عايز يدلعها اكتر ما ينيمهاش على السطر زي ما اتعودنا قبل كده، تمام؟ والدال مالها؟ الدال نطلع لفوق، ولكن مش راس كده، مش في عسكري واقف كده خط واقف، لا مايله شمال شويه اهي، اطلع فوق لمسافه نص طول الف، ده كده بدايه الدال. وبعدين هنزل بالدال، هنزل بيها خط كده على العرض، غلط 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 غلط، لا اتعلمها صح من بدايتها كده، من احنا لسه بنبتدي يعني ايه حرف دال يشبك في الحرف اللي قبله عشان بعد كده نرتاح. يبقى اطلع مسافه لفوق ناحيه الشمال سنه صغيره خالص، وبعد كده انزل، انزل بالعرض فوق السطر اهي، فوق السطر قليلا. شفتوا المنظر ده؟ بقى ده مش دلع، ده يعني هو مش انا بدلعها ارفعها فوق السطر، لا هو بيتكتب كده، تمام؟ يعني لو انا عايز اكتب يد اهي اهي كده، واطلع وانزل واعمل فوق السطر قليلا خط، واتفقنا الخط ده طول الخط الرأسي الافقي يعني اللي نايم على السطر طول اللي واقف اهو، تاني اهو كده، وهطلع ونايم حرف الباء، الباء مثلا على السطر، وبعد كده اطلع قليلا، مش قليلا، اطلع فوق بطول مسافه نص طول الالف، وانزل اعملها بالعرض، اعملها بالعرض ايه؟ فوق السطر مسافه صغيره، حلو. اخد بالي ان انا تاني ان انا ما عملتش كده وطلعت حلو كده وكملت زي الفل، ورحت عامل ايه؟ خط كده. انا ما عملتش كده، ما عملتش خط كده، لا اكبرها لكم خالص عشان اهي، اكبر بالزوم احسن اهو، اهي ادي الباء اهي اهي، وطلعت فوق، وبعد كده خليتها منحنيه وهي بتمشي شمال. الفرق عشان تفهموني اهو، الغلط ان انا اعمل كده ونيمها على السطر واطلع فوق اهو، انا ماشي صح لغايه دلوقتي، ولكن اروح اعملها كده. يا رب تكونوا واخدين بالكم ان الدال عمل دي هنا عامله كده، ولكن هنا دي عامله كده وكده، الزاويه الحته اللي هي الزاويه دي اللي هي دي، فهمتوني؟ هي دي الدال اللي لما تشبك مع الباء. طيب نخش بقى في اللي بعدها، لو حد عايز اعيد حاجه يقول لي قبل ما ابتدي في الجديد. بالنسبه بقى للباء لما تشبك مع مين؟ مع الراء، هيحصل ايه بقى يا ترى؟ حرف الراء ده هيتغير اكيد، يعني هيحصل حاجه.
الباء مع الراء ليه كذا شكل. ليه؟ لأن الراء نفسها ليها كذا شكل. الراء نفسها في منها الشكل ده، وفي منها اللي عامل كده، صح؟ الراء المرسلة والراء المدغمة، أنا بحبها أوي المدغمة دي. مهم، حرف الباء لما يبقى مع الراء أول شكل ليها برضو عادي كأن بداية. طبعا الخطاطين يا جماعة بيرسموا بقى بطرق تانية أصعب من كده، بس احنا مش بنتعلم إن احنا نرسم لوح، نكتب على لوح، لا احنا عايزين خطنا يبقى مظبوط وخلاص، يعني يبقى خطنا جميل وخلاص. حرف الباء ادي اهو كأن بداية عادية للباء، وبعد كده مالها الراء؟ ليها كذا شكل. الشكل الأول إني أعملها راء عادية، ودي أبسط حاجة في الدنيا، تمام؟ طيب الشكل التاني إن أبتدي كده ولكن أرفعها فوق السطر، أهي عملت إيه؟ رفعتها فوق السطر، مفيش مشكلة خالص أهو، وأحط نفس الراء دي بس هناكل السنة بتاعتها دي شوية، أهي ده يارا مثلا، أهي لو أنا كتبت كلمة يارا تتكتب كده. يبقى لو أنا أبسط صورة ليها إن أنا إيه أعمل الياء مع الراء العادية دي، ما فيهاش صعوبة. الشكل التاني إن أنا كتبتها من فوق السطر وحطيت جسم الراء اللي من غير السنة اللي فوق، من غيرها خالص، من غيرها أهي، جسم باء أو نون، نون مثلا، وبعد كده أهي، ماشي؟ دي تاني شكل. إيه ده، هو في شكل تاني؟ آه عادي. الشكل التاني اللي هو الشكل ده لو أنا أقول مثلا عملت كده، دي كده التاء دي اسمها ايه؟ كشيدة. دي بقى في الحالة دي الرسم انها لازم تبقى الراء فيها شكلها الطبيعي ده، تمام؟ طيب الشكل التالت، احلى حاجة بقى ان الباء لما هيشبك عن مع الراء اللي هي اللي بيقولوا عليها المدغمة دي ولا هيحصل حاجة، هي هتفضل بنفس الشكل، هتفضل كده اهي. يعني مثلا لو انا عايزة اقول يرحم، بصوا كأني كتبت الراء زي ما هي اهي. لو انا عايزة اكتب مثلا ابرار مثلا، بصوا كأني كتبت حرف الراء زي ما هو وحط باء، او احط مثلا لو عايزة اكتب كلمة ابراهيم، او احط مثلا يعني مثلا تاء او فاء او نون، لا النون بقى لما هتشبك دي حاجة تانية، ماشي؟ هنلاقي شكل تاني، اوكي؟ ده الشكل التاني لما الراء يبقى هو يا اما تشبك مع الراء زي ما هي، او تتشال السنة بتاعت الراء ويبقى جسم الباء فوق السطر، او ان هي الشكل المدغم ان هي بيفضل بشكل الراء العادي خالص، خلاص؟ طيب بعد كده اتصال الباء بحرف السين، بحرف السين هيحصل ايه؟ اتصال الباء بحرف السين ده ليه كذا شكل. الشكل المشهور قوي 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 بتاع كلمة بسم الله اللي هي بتاعت بسم، واحد انا كتبته فين دلوقتي اهو، كتبته برضو ما بين السطرين، واحد واقف سليم انزل بخط مايل لليمين، ادي تاني خطوة، يبقى دي كده خطوتين اهو، واحد واقف سليم صغير انزل بخط مايل لليمين، وبعدين اطلع بشرطه مايله شمال، دي كده الباء او النون او التاء او الثاء او اي الحروف كلها او الياء، حلو. وبعد كده السين العاديه بتاعتنا اللي هي شرطه واقفه، شرطه يعني عدله، شرطه مايله، الكوز بتاع السين، واكمل السين دي لو هي سليمه او كاملة يعني هيبقى كده. طيب مثلا لو هي بقى مش يعني عايزين بس نشوف مثلا زي كلمة بسم، شرطة واقفة، شرطة منحنية لمين كده شوية، واطلع تاني لفوق،
دي كده 3 خطوات اهو، وبعد كده اكتب السين بتاعتنا العادية. عايزة مثلا اكتب يشاء، اهي اهي ياء وشين. طيب مثلا بسم، اهي كده شرطة واقفة، شرطة مايلة، اطلع بشرطة تاني لفوق، وبعد كده السين بتاعتنا العادية. ومثلا عايزة اكتب بسم، اهي بسم. ده الشكل الاولاني اللي هو الباء مع السين، بيبقى عامل كده المنظر الغريب ده، هو كده. وبعد كده السين بتاعتنا العادية، ادي السين. طيب هل ممكن يبقى ابسط من كده؟ اه قالوا لا مش لازم الواحد الاولاني ده، خليه نقطة بس، وانزل تحت تاني بنفس الميلان ده واطلع لفوق كده بالميل برضو، دي الشكل التاني بنقطة صغيرة خالص كده اهي. وبعد كده مثلا اكتب مثلا نسمة مثلا اهي، ده الشكل بتاع الباء او النون او الياء لما يشبك مع السين، مفيش شكل تاني غير كده. اوكي طيب، بعد كده حرف الصاد.